السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية متوسط لحتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا، معكم الأستاذة ياسمين. وأبنائي، بعد ما كملنا التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي وتطور الكتلة خلال هذين التحولين عفوا، إن شاء الله اليوم راح نشوفوا النموذج المجهري للتحول الكيميائي. معناتها راح نزيد ونتغمقوا في التحول الكيميائي حتى نشوفوا واش راه يصرى الداخل. يلا، أول شيء ولا راح نشوفوه هو الجزيئات والذرات. معناتها وشنو هما الجزيئات وشنو معناتها الذرات، وهل هناك فرق بينهما، هل هما متشابهان إلى غير ذلك. يلا، تتكون المادة، أي مادة كان نوعها، معناتها أي مادة تخطر على بالكم مفهوم في العالم كاع، من حبيبات صغيرة جدا. معناتها أبنائي هذا القلم لاني أشير به هو عبارة عن حبيبات صغيرة جدا مترصة مع بعضها البعض، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. إذا ما قدرش أنا نشوفها بالعين المجردة، أنا نشوف فيه قلم، لكن لو كان نديروه تحت المجهر هو عبارة عن جزيئات صغيرة جدا مترصة ومعناتها متلصقة مع بعضها البعض. واش تسمى؟ تسمى بالذرات، لزاتهم مفهوم. هذه اول شيء اللي لازم تعرفوه، باللي الذرات ما نشوفهاش بالعين المجرده لانها حبيبات صغيره جدا. عندما يحدث تاثير متبادل بين الذرات، معناتها نجيب ذره قدام ذره قدام ذره، تنتظم وتترتب وفق طريقه معينه. معناتها كل واحد الماده والطريقه تاع الترتيب تاع الذرات تاعو. مشكله تجمعات ذريه تسمى الجزيئات لموليكول. معناتها ابنائي الذره، مثلا الذرات هي عباره مثلا عن هكذا، نتخيلوها دوائر فيما بينها ولا كريات صغيره ولا حبيبات صغيره. هذه الحبيبات مثلا، هذه ذره وهذه ذره وهذه ذره، كل وحده ذره. هذه الذرات اذا طمتهم مع بعضهم البعض ونظمتهم ومثلا وترتبوا، راهم يشكلوا لي جزيئات. دونك واش تفهموا ابنائي؟ الجزيئات هي عباره عن ذرات منتظمه ولا مترتبه بطريقه معينه مع بعضها البعض مفهوم. اذا الذرات هي التي تشكل الجزيئات وليس العكس. يلا نشوفوا لهنا، تمثل الذره بالنموذج الكروي. معناتها كل ذره عندنا في الكون عندها نموذج كروي، عبيها تسحق مسطره الدوائر، ويستند لكل نوع من الذرات حجم ولون معين على النحو التالي. علاش لازم الحجم معين ولو معين؟ باش انا ما نغلطش ما بين ذره وذره. مثلا ذره الكربون وذره الاكسجين ما نعطيهمش نفس اللون، ما نعطيهمش نفس الحجم، هكذا باش ما نغلطش بيناتهم. لو كان مثلا الهيدروجين والكربون نعطيهم نفس الحجم نفس اللون، كيفاش نقدر نفرق بيناتهم؟ لا استطيع مفهوم. اذا يلا، الذره مثلا انتم في المقرر تاعكم واش لازم تعرفوا؟ تعرفوا الهيدروجين، الكربون، الازوت، الاكسجين، كبريت. هذه كبدايه في الاول. الهيدروجين ابنائي الدائرة تاعو تكون صغيرة واللون تاعو أبيض. الكربون الدائرة تاعو أكبر من الهيدروجين بدرجة، لونها أسود. هذا نفس الشيء، الأزوت أكبر من الكربون بدرجة، لونه أزرق. الأكسجين أكبر من الأزوت بدرجة، لونه أحمر. الكبريت أكبر من الأكسجين بدرجة، لونه أصفر. يجب عليكم أبنائي حفظها كما راهي، لأنه لو كانت غلطوا في الحجم ولا تغلطوا في اللون يروح كاع السؤال. ناخذ مثال، المثال جزيء الماء. الماء ابنائي لازم تبداو تحفظوه باللي H2O. كي نكتبوا H2O في الفيزياء تمتم عرفوا باللي جزيء الماء. يلا شوفوا H2O، راني نقول H زوج خطرات والO قطها مره، لان التنين راهو قدام الH ماهوش قدام الO. اذا نحن نستعمل زوج هيدروجين، الH والهيدروجين، معناتها نستخدم زوج هيدروجين والO. يلا نشوفوا راه الاكسجين ها هو بالاحمر، احنا نستخدم وحده. شوفوا كيفاش نرسموهم، نرسمو نحاولوا نديروا كيما حنا نقولوا متعادلين، كل واحد في بلاصتو مفهوم. اذا الاكسجين راح يكون في الوسط وجاي من الاسفل قليلا الهيدروجين الاول، ومن الاسفل من جهه اليسار الهيدروجين الثاني مفهوم. اذا ما نروحش نلصق زوج صغار مع بعضهم والكبير نخليه وحده، لا، لازم تكون الجزء تاعي مثالي. معناتها
نعطيهم البلاصة بالعدل. إذا نعودوا مع بعض، آش عندي زوج، إذا هاي زوج حبيبتان متماثلتان، يعني زوج ذرات من الهيدروجين. وهذه الحبيبة الحمراء الثالثة هي عبارة عن ذرة الأكسجين اللي هي مثلناها الآن، مفهوم؟ يلا أبنائي نزيدوا نفهموا بالعقل. التمثيل الجزيئي لازم نولوا نعرفوا نمثلوهم، هما السؤال يعطيني هكا وانا نمثلو بالنموذج ولا التمثيل الجزيئي. إذا يلا عندي مثلا هنا الجزيء، وش نسميه؟ عدد ونوع الذرات اللي فيه وتمثيله الجزيئي، معناتها كيف أراه بالذرات. مثلا يعطوني غاز ثنائي الهيدروجين، تبعوا مليح، ثنائي معناتها زوج ذرات، هيدروجين معناتها من الهيدروجين، وحنا نكونوا حفظنا بلي ذرة الهيدروجين هي صغيرة كاع ولونها أبيض. إذا نلصق، ولازم نلصقهم ماشي كل واحد وحدة، نلصق زوج ذرات من الهيدروجين وهاني شكلت غاز ثنائي الهيدروجين. يلا غاز ثنائي الأكسجين معناتها ثنائي زوج ذرات، من واش؟ من الأكسجين. إذا نروح مادام راني حافظ الجدول تاعي بلي الأكسجين كبير ولونه أحمر، نلصق هاي غاز الأكسجين بالتمثيل، يعني مجسم جزيئي. غاز ثنائي أكسيد الكربون، تبع معايا، غاز ثنائي أكسيد، كلمة أكسيد جاية من كلمة أكسجين معناتها ثنائي الأكسجين. يلا زوج ذرات أكسجين، الكربون مكتب لي قدامه والو، إذا ذرة واحدة من الكربون. وقلنا لازم ماشي الشرط الكبير هو اللي يكون في الوسط، لا، وإنما فقط يكون متعادل. يلا وشو معناتها متعادل؟ يعني نرسمو، ماشي نرسم زوج حمورة مع بعضهم بعض مثلا الكربون نخليه هو الاخر، لا، ندير الكربون في الوسط ومنا اكسجين منا اكسجين، هذا هو ثنائي اكسيد الكربون، مفهوم؟ يلا نشوفو بالنسبة للنواتج المتفاعلات. مثلا كي تكون عندي معادلة، وشو معناتها معادلة؟ راح نشوف الاجسام واش عندي، النموذج الجزيئي وانحفاظ عدد الذرات. انحفاظ عدد الذرات مثلا هل عدد الذرات يتغير او لا يتغير؟ يلا ابنائي المتفاعلات معناتها ما بدات به، معناتها اللي حنبدا به التجربه، النواتج واش خرج لي في نهايه التجربه. يلا في بدايه التجربه حطيت الكربون وزدت له ثنائي الاكسجين، كربون معناتها الفحم، وزدت له الاكسجين معناتها احرقت الفحمه ب واسطة الأكسجين. يلا الكربون نعرفه يكون هكذا، يكون صلب، الفحم نعرفه باللي صلب، معناتها ذرات كثيرة من الكربون المتلاصقة ولا المترصة مع بعض البعض ولا تاعها أسود. ثنائي الأكسجين هو عبارة هاو ثنائي الأكسجين، خلاص ولينا نعرفه كيف نرسمو زوج ذرات تاع الأكسجين، مفهوم؟ زوج ذرات تاع الأكسجين، زوج ذرات تاع الأكسجين. يلا في النهاية واش حينتج لي كي ندير الكربون وثنائي الأكسجين؟ راح ينتج بالضرورة ثنائي اكسيد الكربون، هذا اللي رسمناه مع بعض، معناتها الغاز كي نحرق الكربون مع الاكسجين ينتج لي غاز ثنائي الاكسجين، ويكونوا بزاف، معناتها يكون هكذا بزاف منها، مفهوم؟ حنا فقط نرسمو وحده. انحفاظ الذرات معناتها ابنائي لو كان نجيب ذره من الكربون وثنائي الاكسجين نجيب واحد فقط، راح يعطيني بالضروره واحد ثنائي اكسيد الكربون، مفهوم؟ معناتها هذه كي نزيدها لهذه تعطيني هذه، سهله وبسيطه جدا. اوكي، اذا هنا القاعده واش تقول؟ احتراق الكربون بغاز الاكسجين يعطي ثنائي اكسيد الكربون ولا نسموه غاز الفحم. يلا نشوفوا مثال اخر باش نعمقوا الفهم تاعنا. المتفاعلات ما بدات به في التجربه، النواتج ما انهيت به التجربه. مثلا الميثان، وقتولوا تعرفوا باللي الميثان الرمز تاعو CH4، معناتها الهيدروجين عندي 4 والكربون وحده. ثنائي الاكسجين خلاص ولينا نعرفوا باللي زوج ذرات تاع اكسجين، واش يعطيني في النهائي؟ يعطي يعني ثنائي اكسيد الكربون اللي ترسم هكذا، يعني اكسجين عندي زوج والكربون واحد، والماء، الماء ولينا نعرفه باللي ذره واحده تاع الاكسجين وزوج ذرات تاع الهيدروجين، مفهوم؟ انحفاظ عدد الطاقه، عفوا الذرات، حاجه ما تتبدل، معناتها انا اذا استخدمت الميثان جزيء واحد من الميثان وثنائي الاكسجين زوج، علاش زوج؟ لانه علاش ابنائي؟ شوفوا لهنا هاد الزوج خدموا لي ثنائي اكسيد الكربون وهاد الزوج خدموا لي الماء، مفهوم؟ اذا فعدد الذرات ما يتبدلش، هذه هي حبيت نلحقكم باللي الذرات
انحفاض عدد الدرجة لا يتغير. يعطي احتراق غاز الميثان بغاز الأكسجين ثنائي غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء، معناتها يعطيني ثنائي أكسيد الكربون والماء. إذا أبنائي إن شاء الله تفهموا علاش قرينا هذه الدروس بالذات، راح نشوفهم إن شاء الله في تماريناتنا فروضنا واختباراتنا. إذا أبنائي أي سؤال ولا استفسار خلوه لي في التعليقات أجيب عليه في أقرب وقت ممكن، وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله.